أمي تعرف أشياء كثيرة، تستطيع الحصول على المعلومات من أمور صغيرة وعديدة جدا مثل النجوم في السماء. أمي تتحقق من الأمور كلها بأدق التفاصيل، هكذا تحمي الناس. والدي أنا بطل خارق، أخبرني أن بعض الناس يبيعون أدوية مزورة لكسب المال، لكن هذه الأدوية المزورة خطيرة جدا، لهذا السبب يسعى والدي لمنع تداولها ليستطيع الجميع الحصول على الأدوية السليمة. كم أحب قصص جدتي من الماضي، خاصة قصص والدها. تقول جدتي: التواصل في تلك الأيام كان عبر رفع الأصوات والطنين كما في الأفلام القديمة، أما اليوم تغيرت كلياً، صاروا أكثر سرعة بالقبض على الأشرار مثل التحول من الأبيض والأسود إلى الملون. والدي يومياً يعمل لحماية كوكبنا، وبفضله أتخيل عالماً يهتم به الناس لحماية الطبيعة والمخلوقات، مساعدة الناس للقيام بدورهم. هذا هو عمل والدي.